الله يسعد اوقاتكم احبائي. بناء على طلب الاخت من الجزائر مشان هاي الوردة، بخصوص هاي الوردة هلا رح اورجيكم شلون تتنفذ وكيف بنشتغلها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول شيء بالشكل هذا، صرنا عم نفتلها بهالشكل هاد. منرخي الخيط شوي، تصير معنا بهالشكل. هلا عم نرجع ناخذها هيك على سيف المكنة، هيك هاي صارت معنا اول زر. هلا الزر الثاني نفس العمليه، بنضلنا عم نفتل بهالطريقه هاي. طبعا هي رح تعمل هيصير في نفور هون، يعني بتصير نافره لفوق. هلا بعد ما خلصنا بهالشكل نفس الطريقة، بهالشكل هاد، هي صار معنا الزر الثاني. هلا بنغير اللون، بنحط اللون الأخضر. طبعا هي ناعمة كتير، مو ما في داعي انه نفتح فيها عرض بالمكنة، عرض كتير. هلا حطينا اللون الاخضر بهالطريقة. الاوراق الصغيرة هاي بدون رسم. بس الشيء هاي الشرط انه ناخدها من هون من النص. تمام، الطريقة اللي بدنا اياها نحنا، ما في داعي انه نعرض، لانه هي شغلات ناعمة وما لازم الواحد يعرض فيها كتير. نعمل ورقة، فيني اعملها نصين. مالكم ملاحظين هاي انعم من هاي. انا فيني شد القماش، اذا كان القماش كويس فيني شد عطارة، إذا كان في ليجرا ما فيني شد عطارة، بحط له ورق.
هيك انتهيت مثل ما لكم ملاحظين بالشكل هاد. خليني نكمل بس هي الغصن تبعها. صار عندي غصن صغير مع وردات حلوة كتير بهالشكل. أنا بدي بس أحكي معلومة صغيرة مشان الأخوات اللي عم يحكوا معي